ناخد معانا على التليفون الشاب اللطيف الظريف المحظوظ عمرو محمد شحاتة، وهو الشاب اللي عانقه رئيس الجمهورية في الاحتفالية النهاردة. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ ازيك يا حبيبي؟ إيه اخبارك؟ ايه الحمد لله. يا رب تكون بخير دايما، منور كل الشاشات من اول السادة المحترمون لحد دلوقتي. شكرا على الاستضافة وشكرا على اليوم. ومصر دايما جميلة وكل حاجة فيها حلوة. اتفضل يا استاذ يوسف. يا عمرو انت دلوقتي مش فرحتني، يعني انت فاكر من ايام السادة المحترمون لحد دلوقتي يا عمور؟ طبعا يا استاذ يوسف. يا رب يخليك ويجبر بخاطرك، ربنا يجبر بخاطرك يا عمرو زي ما جبرت بخاطري دلوقتي. يا استاذ يوسف يا حبيبي، ربنا غضب بخاطري النهارده لما حضنت الرئيس النهارده. انا حضنت مصر كلها. مصر النهارده بخير يا استاذ يوسف. اطمنوا على مصر، مهما الازمه كانت شديده احنا قادرون باختلاف. اتفضل. انا مش عايز اتكلم. لا خالص، مين قال لك ان انا عايز اتكلم؟ انا عايز اسمعك، كمل يا حبيبي. بص يا استاذ يوسف، اتفضل. احنا مجموعه من ذوي الاعاقه طبقا للاتفاقيه الدوليه اللي مصر صدقت عليها في 2008. كان حلمنا ان احنا نغير المجتمع. المجتمع ابتدى تغييره من 2013 لما ابتدى الرئيس السيسي يحط الدستور بعد ثوره عظيمه اسمها 30 يوليو. مكاسب اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية قدرنا فيها نحقق ذاتنا لحد سنة 2018. انطلاق قادرون باختلاف رقم واحد وإصدار قانون اسمه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة رقم 10 لسنة 2018 طلع زي دلوقتي. العالم كله بيحتفل بيوم الإعاقة سنة يوم 3 ديسمبر من كل عام. معايا؟ معاك. احنا بقى بنحتفل لما نبدأ مع فخامة الرئيس. وانا احتفلت النهاردة، اعرف يا استاذ يوسف والله العظيم 3، أنا نفسي أسلم على الرئيس من ساعة 2013. ربنا كرمني وأمنيتي اتحققت. أنا النهاردة أنا سني 31 سنة. 31 سنة أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا طفل. عندي 3 سنين ببوظ أبويا. أبويا الله يديله الصحة. أمين. هو أمي اللي قدروا يخلوني أتغلب عن التنمر. عايز تتكلم؟ أسكت؟ أيوة اتفضل. لا أنا عايز أسألك إنك تكمل أكتر، لأن أنا عايز أستزيد منك أكتر. إحنا في مجتمع، أنا أسرة بسيطة زي كل الأسر. أبويا وأمي ناس بصاق جدا موظفين. أنا متعاقد في مجلس مدينة ببا محافظة بني سويف. عارف؟ كل الظروف كانت تنمر وكل حاجة مش كويسة داخل القرية، بس قدرت ألعب وقدرت أثبت وجودي. أنا راجل مثلت مصر في كذا مؤتمر دولي، كان ليا الشرف. أنا راجل أسست جمعية اسمها جمعية التحدي لذوي الإعاقة، أنا ورفقائي من ذوي الإعاقة بني سويف. أنا قدرت يا ريس، قدرت يا أستاذ يوسف إن أنا أشترك على مستوى الجمهورية في حاجة اسمها المنتدى المصري للإعاقة. قدرت ان انا اسس شبكه معا للاعاقه في الصعيد. ف
اتفضل يا استاذ يوسف. انت اللي تتفضل وتكمل، انا اللي عايز اسمعك. انا مش عايز ابقى تقيل عليك خالص خالص. مش انت بتقول عارفني من ايام السادة المحترمون؟ طبعا. انت تعرف عني ان انا بجامل؟ لا طبعا يا استاذ. طيب خلاص، ده انا معروف حتى ان انا غلس. كمل يا عمور. لا لا انا اللي خايف، لا انا اللي لا يا حبيبي انا عايز اسمعك، اتفضل كمل يا حبيبي. التنمر، التنمر في الصعيد وحش يا دكتور يا استاذ يوسف. التنمر على الاعاقه، التنمر على شكلك وانت ماشي. النهارده كنت فخور وبغسل هموم الدنيا كلها وانا مع فخامه الرئيس. عارف يا استاذ يوسف؟ اجمل حاجه في الدنيا الام اللي تبدا دافع عليك وتقول لك انت فخور، كن فخور بالاعاقه. امي قالت لي كده وانا عندي 5 سنين يا استاذ يوسف. الله يديها الصحة. والنهارده بقول لها شكرا يا امي وشكرا يا سياده الرئيس اللي انت خليتني ابدا ارجع طفل لمده 3 سنين. السنه دي كانت صعبه عليا على المستوى الشخصي، لكن مع النهارده انا نسيت اللي حصل من سنه فاتت يا استاذ يوسف. كل التحيه والتقدير مش لينا احنا قادرونا باختلاف، من اهتم بقادرونا باختلاف فخامة الرئيس السيسي. عايز تجيز تقدم الشعوب مش اقتصادات. قيمة المسؤول اللي هو جابل للخواص. النهارده الرئيس السيسي جابل للخواص معايا انا، ومش انا بس، انا وكل زملائي من ذوي الاعاقه. شوف الجمال والاستعراضات، احنا قادرين نثبت وجودنا في جميع المجالات. عارف انا نفسي في ايه؟ ايه؟ بس مش عارف دي ممكن تتحقق ولا لا. ربنا كبير. نفسي اكون زميل لحضرتك في مجلس النواب في 25. يا رب يحقق لك مرادك. مين عارف؟ أنا أمنية حياة. عارف ليه؟ ليه؟ أولا إن إحنا لازم نرد جميلنا، جميل البلد دي. إحنا ناس ثقيلة وناس على قد حالنا زي كل المصريين. حقوق الإنسان في المشهد اللي قدامك ده اللي هو يبقى اللي انا ابوظ فيه قدام الدنيا كلها. انا كنت طبيعتي، انا ما كنتش محضر، اقسم بالله ما كنت محضر ولا كلمه ولا عارف طلعت ازاي. ده كل كلمه طلعت من القلب للقلب. عارف ليه يا استاذ يوسف؟ ليه يا عمرو؟ عشان احنا بنحب البلد دي وبنحب الراجل ده، واحنا لازم نثبت لنفسنا ان احنا مش من ذوي، ما عندناش عيوب خلقيه، لا المجتمع اللي عنده عيوب، واحنا مع القياده السياسيه قادرين ان احنا نغيرها يا استاذ يوسف. طب عمرو انت حاسس كده؟ نفسي اكون عضو معاك في البرلمان. انا مش أنا عايز أسمعك لأنك لا يا حبيبي وحش. خالص ده أنا ده يا سلام عليك، ده أنت دبلوماسي عظيم ولسانك بينقط سكر يا عمرو. حبيبي يا حبيبي يا صديقي. بص يا صديقي العزيز. يا صديقي العزيز. يا عم هو أنا طول ده أنا ما طولش صدقني. أقسم بالله شرف. العفو ما تقولش كده، أنا اللي ما طولش. والله العظيم أنا نفسي فعلاً اسلم عليك لانك لا انت من الناس اللي قدرت انها تقف قدام الدوله المصريه وجانب الدوله المصريه ونورت مكانك في التلفزيون. ربنا يكرمك يا رب يا عمرو. والله انت تيجي التلفزيون وتنور وتقعد معانا في الحلقه ونقعد نتكلم وندردش وتقدم معايا الحلقه كمان، ودي حاجه بالنسبه لي تشرفني وتفرحني وتسعدني. والله تعالى بقى هقول لك على حاجه. قول لي. اقول لك على حاجه؟ قول يا باشا. ده بقى اللي بيثبت
إن القيادة السياسية هي اللي بتدي الدافع لولاد البلد ديت اللي هم يكونوا موجودين ويتصدروا المشهد. صح. شكرا يا استاذ يوسف على العفو. شكرا ربنا سبحانه وتعالى. وانا تحت امرك ليل احنا اللي تحت النهار وشوف الوقت المناسب ليك وانا تحت امرك يا استاذ يوسف. يا صديقي الامر لله من قبل ومن بعد في كل شيء، وانت اللي هتيجي تنور واحنا اللي تحت امرك. تعالى اسالك سؤال بقى. امتى طيب؟ الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ وهخلي زمايلي يتفقوا معاك على الميعاد اللي يناسبك. عيني. احنا اللي عنينا. عايز اسالك سؤال يا عمرو بقى. اه. انت قلت لي جمله حلوه حلاوه، قلت لي المجتمع هو اللي فيه مشاكل. اه. واحنا بنحاول مع الرئيس ان احنا نعالج المشاكل دي. طبعا. طيب، سؤالي بقى، تفتكر المجتمع ده زمان كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ وهل الريس ساعد بالجهد بتاعه بالتوجيهات بالدراسات اللي بتتعمل مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات المختلفة إنه يداوي المشاكل دي اللي كانت موجودة زمان، ولا إحنا زي ما إحنا، ولا التغيير بسيط؟ جاوب ولا طبعا جاوب يا باشا. جاوب يا باشا. بص يا صديقي، قول لي قارن بين حاجتين. ها. في قانون 70 كان بيقول لعايز ذوي الاحتياجات الخاصه. اه. احنا في قانون 18 لا استناني قبل كده. دستور 71 ما كانش فيه حاجه اسمها معاقين. في الدستور بتاع الإخوان كان في مادة اسمها طلاعة. طلاعة ذوي الاحتياجات الخاصة. صح. معلش، ما أنا ممكن أراعي أي حاجة، أنا ممكن أراعي الشجرة اللي قدام بيتي، أي حاجة أنا براعيها، إنما تعالى دستور 14 بتقول لك تلتزم الدولة، تمثيل الدولة نيابيا وفي المجالس المحلية وكل حاجة خاصة بتمثل داخل الدولة. بالمناسبة أنا دبلوم زراعة سنة 2009 وبدرس في كلية التجارة سنة تلتة تعليم مدمج. يعني أيوه، يعني أنا ولا حقوق ولا درست حقوق، بس أنا في مجال الإعاقة من 2004 يعني وأنا في أولى إعدادي. نيجي بقى للقانون. أنت أيوه. عندك قانون 70 كان أخله. تضحك ليه؟ بضحك علشان أنت مبهر. لا بالعكس والله، والله العكس، مصر مليانه مبهرين مبهرين يا استاذ. عندك حق، عندك حق. كمل عمرو، كمل. قول يا باشا. اتفضل. كنا بنتكلم على قانون 70، كمل يا سيدي. قانون 70 كان اخره تعيين 5% كل اللي احنا عارفينه ده وخلاص وشكرا على كده. نيجي بقى ليه قانون 2018؟ لا، في الاتفاقيه، لان عندك في القانون يساوي الاتفاقيه، الاتفاقيه الدوليه طالعه من الامم المتحده في 2004. اه. طرحت للتصدير الدول في 2006 طبقا لقانون الامم المتحده. مصر وقعت عليها في 2008 شهر 4. ديت تعادل القانون المصري. لما طبعا لما حطينا القانون ومكتسباته، كانت اهم مكتسباته كانت الخدمات المتكامله اللي بيعمل لذوي الاعاقه كارت شامل زي البطاقه الشخصيه لاي مواطن مصري. ايوه. بيعمل اتاحه لكل مؤسسات الدولة
انطلاقا من قانون، انا مش عارف، قانون 18 كان قانون باختلاف. وانا عايز اقول يعني ايه قانون باختلاف؟ يعني قانون على الابداع. الا المجتمع، وده الجزء الثاني من سؤال حضرتك، ايوه المجتمع خد ثقافات مختلفه على مر العصور، ثقافة من أيام السبعينات والثمانينيات والتسعينات والألفية الجديدة. إحنا كان في تنوع للجمعيات وتنوع لحركة الإعاقة المصرية، اللي إحنا نطلع ونقول إحنا عايزين، نطلع ونقول إحنا القانون ده عاجبنا ومش عاجبنا. تعرف ان احنا كان في من اسكندريه لاسوان في مجلس النواب قاعه الشورى قبل مجلس الشورى قبل 2018 كان في جلسات استماع، وكنا ممثلين جمعنا مطالب ذوي الاعاقه من الجزر من اسكندريه لاسوان، وقلنا في حقوق اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وكل حاجه. انا خايف لحسن اكون خدت وقت الحلقه. ما خدتش وقت الحلقه، انت تقدر تقول كده ايه، خدت قلبي وعقلي الاثنين مع بعض. عشان كده انا مصر ان احنا نتقابل الاسبوع الجاي بعد اذنك يا عمرو. لو سمحت شوف لنا وقت يبقى مناسب بالنسبة لك، وزملائي الأعزاء هيتصلوا بيك ويتفقوا معاك على التوقيت اللي يناسبك، وتنورنا نقعد بقى نتكلم على رواقة وبراحتنا، نقعد بقى على الترابيزة، نقعد على الصالون الشياكة ده، الصالون ده حلو قوي، نقعد على الصالون الظريف اللي على شمالي ده. أيا كان عمرو، أنا عايز أشكرك جدا 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 إلى أبعد الحدود، وأتمنى فعلا أن أشوفك الأسبوع الجاي إذا وقتك سمح. كل الشكر ليك عمرو، عمرو محمد شحاتة، هذا الرجل الرائع اللي عانقه الرئيس.